علشان احنا معانا على الهاتف طبعا. الكاتبه ده كان من المبدعه انت علاء حرم الفنان يوسف الشريف. اهلا استاذ خيري. مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ مساء النور، ازاي حضرتك؟ مش هنتقابل تاني بقى في الاراضي المقدسه؟ ايوه بالظبط، ايوه بالظبط، معرفه خير والله طبعا. ودايما بفتكرها. اهلا بحضرتك، اهلا، مبسوطه اني معاك في المكالمه دي. تشرفينا يا فندم. وبالسيوف الكرام اللي معاك، ربنا يخليك. اهلا بيكي، منورانا جدا استاذه انجي. ويمكن اهلا استاذه كريم، اهلا بيكي. كل سنه والولاد طيبين الاول، ويا رب دايما طيبة. في صحه وخير واولاد صالحين تفرحوا بيهم في كل مرحله من مراحل عمرهم. عبد الله وعبد الرحمن، ربنا يخليكي، ميرسي قوي. شو ايوه عبد الله وعبد الرحمن، مش هنسالك اسئله ليها علاقه بسنهم ايه، بس هنقول لهم كل سنه وهم طيبين. وحضرتك طيب، ميرسي جدا، وانت طيب وبخير، كلكم طيبين. وانت طيبه استاذه انجي. يعني انت شايفه ان الضجه اللي طلعت حوالين الموضوع ده للمره دي لما اتحط قلوب على وشوش الولاد في صوره عيد أيوة. الميلاد اولا تعليق عليها ايه؟ بصي انا دي مش اول مره، يعني كل سنه بحط الوشوش دي، القلوب قصدي. هقول لك انا فكري ايه، بلاقي ناس كاتبين حسد وكده، لا والله ابدا. انا الموضوع كله اني كنت قريت مره ان السن القانوني للسوشيال ميديا للاطفال هو من سن 13 سنه، يعني الطفل بيبدا يبقى فكره ناضج شويه، يقدر يحدد اختياراته من سن 13 سنه. فما كنتش حابه ان انا يعني اقتحم خصوصيتهم باني اعرضهم ان هم يبقوا معروف، يعني وشهم معروف وفي المدرسه يبقوا معروفين، وحد فيهم اما يكبر يحس انه مش حابب كده، حابب ان حياته تبقى خاصه. ان وفي نفس الوقت يعني انت بتحافظي على نفسياتهم من انهم أيوة. يحس انهم نجوم من صغرهم، ان الاولاد يتعاملوا معاهم بطريقه مختلفه، انهم بالزبط. يستهدفوا باي صوره من الصور بالظبط كده. وكنت قريت ان هم يقدروا يحددوا صح من سن 13، يعني 13 يعني يقدر في اختياراتهم بعد كده اذا كانوا يحبوا ينزلوا صورهم معاك ولا ايوه بالظبط كده. فانا ما كنتش حابه ان انا يعني ابقى خلاص اجبرتهم على كده، يعني حابه ان هم اللي يختاروا ده، بس ما كنتش متخيله خالص ان حتى هيركز يعني او لا كده. انت يعني انت عملت كده وشيلت يوسف الليله، الكل قال لك يوسف لا يوسف وبعد ديني وربطوها كمان بتصريحاته. كان في تصريحات قبل كده على فكره ما فيش قبل في الاداء المسلسلات بتاعته، فدي كانت من ضمن برضو تعليقات السوشيال ميديا اللي دارت حوالين الصوره. لا مش عارفه دي ايه العلاقه، بس انا لا، لان انا عندي مثلا، يعني انا عندي صديقه ممثله ابنها فعلا لما كبر، هو بيدرس بره دلوقتي، ما كانش حابب خالص، وقال لها لا لا انا مش عايزه اتصور في الصور اللي بتنزل دي، وحياته خاصه جدا، ما حدش عارف شكله، هو مبسوط كده. كمان انا يعني بيفرق معايا قوي نفسيه الاطفال ونفسيه الناس عموما، فما اعرفش ان كان دي حاجه أنا حلوه. انا بشكل شخصي عايز احييكي على الخطوه دي، لان دي واحده من الحقوق الرقميه للاطفال، ان هم يبقوا بمنأى عن التعرض لأي نوع من أنواع المضايقات، التنمر، خاصة لو عائلتهم والدهم ووالدتهم تحت الأضواء. بالظبط كده، يعني بالعكس أنا لو بينت وشهم ده يعني بلغة السوشيال ميديا يقول لك ده أنت تاخد كومنتس أكتر ولايكات ومش عارف إيه، بس أنا ما فكرتش في كده. أنا كل همي إن طبعا ده يوم مهم قوي في حياتي، وصادقة فيه إن أنا عايزاه يبقى موجود في ألبوم صوري وفي الذكرى اللي برجع لها في الفيسبوك أو انستجرام أو كده، بس في نفس الوقت مش على حساب إن أنا أقتحم خصوصيتهم. وهو خلاص لأن انت عملتي ده قمه الاحترام. انا معاكي جدا ومؤمن بكده، وخلينا استغل فرصه وجودك معانا ككاتبه معروفه وسيناريست الخيال العلمي اللي انتوا شغالين عليه انت ويوسف، ورايحين السنه دي بكلمك من التصوير والله بجد. طيب كويس والله طالعه مخصوص. قول لنا انتوا عاملين لنا ايه مفاجاه في رمضان ده بكوفيد 25؟ لا لسه طبعا بنصور وما اقدرش احرق، بس هو مسلسل صعب جدا، هو 15 حلقه في رمضان. يعني المسلسل اللي فات كان سهل 15 حلقه بس؟ طيب. 15 حلقه بس في رمضان، هو صعب جدا ومهلك، هو مش خيال علمي قوي على فكره. بالعكس هو دراما وفي قصص اجتماعيه وفي سسبنس ورعب والغاز، يعني مليان حاجات، بس هو مرهق جدا في كتابته، لانه يعني الناس كلها دلوقتي بتعاني من كوفيد
19 وانا لوحدي بقالي من كوفيد 25. عديتي 6 اصعب. طب انا عايز اسالك سؤال، انت عديتي 6 كوفيد كده، انتوا بتتخيلوا ان في تطور للسلاله؟ ريتي بحثت علميا يعني في جزء علمي المسلسل بيقول رساله فيه؟ اكيد طبعا، هي يعني في جزء علمي ومبني على ابحاث علميه، بس برضو هو خيال، يعني هي القصه خياليه تماما، يعني مش تنبؤ بشيء هيحصل ابدا، هي قصه خياليه تماما. يعني اتمنى انها تعجب الجمهور، وانه يعني اقدر اثر في وجدان الناس يعني ولو بشيء بسيط، وان هي يكون في رساله يعني من الموضوع ايجابيه تفيد المجتمع يعني. تمام، انت مهتميه فيه بالرسائل الصحيه ولا الاجتماعيه ولا الاجتماعيه؟ وده شيء عظيم. احنا بنحييكي جدا على المعلومات اللي اديتها لنا النهارده الاستاذه انجي علاء الكاتبه والسيناريست، ومره ثانيه كل سنه والولاد طيبين. سلمي لنا على يوسف كتير وقول له قول ليوسف بنستناه على الشاشه. حاضر حاضر، شكرا قوي، شكرا 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 جدا.